مجددا مساء الخير مشاهدينا مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك. معي انا محاسن مرسل وزميلي المصور محمود الباشا. طبعا امبارح كلنا سمعنا الخبر يلي بيقول انه المانيا تطالب القضاء اللبناني أو السلطات اللبنانية بمداهمة مصرف لبنان. يعني هذا الخبر تحديدا بيحمل الكثير من التأويل. ليه اليوم ألمانيا هي أكثر تشددا من بقية الدول الأوروبية اليوم يلي عم تنرفع عم ينظر القضاء فيها بقضايا أو اتهام حاكم مصرف لبنان وشقيقه وأيضا مساعدته وغيرها من الشخصيات يلي عم تبين تباعا بالتحقيقات بجرم تبييض الأموال تشكيل عصابة أشرار وأيضا بالإضافة إلى التهرب الضريبي. هلا نحن كلنا بنعرف الاطلاع على بسرديه الاوانين المتعلقه بهذه الدول. المانيا هي الاكثر تشددا بقضايا المتعلقه بتبييض الاموال. بعض الدول تقتصر فقط على موضوع الغرامات، انما المانيا دائما بيروح القضاء نحو الحبس في موضوع تبييض الاموال وكل هيدي القصص. للمزيد اكثر عن هيدا الموضوع وشو المعطيات الجديدة وكيف تلقف القضاء اللبناني هيدا الطلب وموضوع السيادة وكل هيدي النقاط بتجاوبنا عليها اليوم المحامية من رابطة المودعين ومن ريفورم أيضا دينا أبو زور. مرحبا دينا. مرحبا محاسن. يعني دينا صراحة نحن بنعرف أنه اليوم اللي حكيتك قلتي لي في معطيات شوي عم نجيبها، خلينا نأجلها لبعد الظهر لنشوف كيف بدها تتبلور الصورة. مجرد قراءة الخبر يعني مداهمة مصرف لبنان، هلا هذا الامر اللي ما بحياته صار، يعني كانت تصير مداهمات شكليه انه يروح من الدوله ليشوف اذا بيجيب جلب لحاكم مصرف لبنان، والامر اللي كله ما صار. بدي اعرف منك شو حقيقه هذا الامر، ليه المانيا اليوم عم تطلب هيدا الموضوع؟ محسن، التحقيق ليكتمل مش بس بحاجة لوجود الأفراد يلي عم يتم التحقيق معهم، نحن بحاجة للمستندات اللي موجودة بقلب مصرف لبنان، وبالتالي ألمانيا عم تطلب الطلب يلي كان مفروض القضاء اللبناني يتحرك من أول نهار إنه يبادر إنه يعمله. اللي صار هو إنه انبعت من بعد ما بعتت الاستنابة القضائية الأولى لناحية التعاون بالتحقيق مع الأفراد إن كان حاكم مصرف لبنان شقيقه ومعاونته وإلى ما هنالك، تم إرسال الاستنابة القضائية جديدة بالتعاون لناحية مداهمة مصرف لبنان. هلأ البعض وقت نقول مداهمة بيعتبروا أنه هيدا تدخل بالسيادة وبتدخل بسيادة البلد، هيدا الموضوع ما بيصير. تم تحويل هيدا الأمر للقاضي شربل أبو سمرة اللي هو أصلا عم يطلع على ما يعني هو الذي يقوم بالتحقيق بملف رياض سلامة واللي عندهم جلسة أصلا ب 12 الشهر لهلأ بعدهم ما اعتذروا عن الحضور، ويفترض انه بده يتم استجوابهم عن جديد. استجواب الحاكم وخيو 100% 100% رح يتم استجوابهم امام القاضي شربل ابو السمره. اللي صاير هلا انه صار من بعد هيدي الاستنابه القضائيه مقسومه الاراء اذا بدك قضائيا حتى لناحيه اذا رح يتم كيف بده يتم التعاطي معها. صحيح لبنان موقع على اتفاقيات التعاون وضروره التعاون مع اي استنابه بتجي من الخارج، خاصه في القضايا الدوليه اللي تطعنا بالفساد او جرائم الماليه اللي بتغطي كذا دولة، وهذا شيء طبيعي ضروري يكون عم يتعاون معه، ولكن مداهمة مصرف لبنان بالشكل يلي عم يتم طرحه لناحية جلب الأوراق الضرورية لاستكمال ملف التحقيق الألماني لن يتم برأيي، لأنه القضاء اللبناني لو كان بده يعمل هذا الشيء كان بيقدر يعمله هو وما ينطر أي طلب أو استنابة من أي دولة أخرى لحتى يبادر للقيام بذلك. وبالتالي نحن يعني بعتقد أنه رح يصير في قرار أو جواب معلل لناحية أنه لن يتم مداهمة المصرف المركزي، سوف يتم طلب الأوراق عبر المحقق اللي عم يتم التحقيق معهم سواء كان حاكم يعني مصرف لبنان أبو سمرة. تماما، ولكن لن تتم هيدي المداهمة لعدة اعتبارات، منها ممكن يكون بكرة ينحكى عن انه هيدا تهديد للسيادة الوطنية وتدخل بمؤسسات الدولة ومصرف لبنان لا يجب الدخول اليه. ابدا نحن ما عم نقول انه نحن مننداهم المصرف المركزي لنقول لحتى لنكون عم نضع يد اجنبية عليه، ابدا هيدا مش هيدا الهدف من الموضوع. هدف من الموضوع انه نحن صار عندنا ثقة للأسف بالقضاء الأجنبي عوضا عن القضاء اللبناني لناحية استكمال التحقيقات. سبقوا وأخذوا المجمل المعلومات من المدعى عليهم أو الذين يتم التحقيق معهم، ناطرين هلأ ليكمل الملف أنه نقدر نستحصل على المستندات. والدليل على محاولات طمس هيدي المستندات محاسن هو ما يحصل بالتدقيق الجنائي.
صحيح. وبالتالي هيدا اكبر دليل على انه هن ما عم بيبادروا لحتى يعطوا هيدي الاوراق، والتواطؤ مش صاير من جهه واحده، صاير من عده جهات، من بيناتهم القصة انه وزير الماليه يجب ان يطلع على هيدا التدقيق ويجب ان يعطي ملاحظاته، مش على علمه انه في تدقيق جنائي بيحصل بمؤسسه مصرف لبنان يعطي ملاحظاته، هيك اللي ينعطى يعني. ملاحظات على تدقيق جنائي معمول، وبالتالي كانك انت عم بتقولي للحدن اللي انت شاك بسلوكياته انه اعطيني رايك وتاكد لي اذا انت مبرا ولا لا، وبالتالي هيدا الموضوع غير منطقي ومش مفروض يصير بالشكل اللي عم بيصير فيه وغير مبرر، يعني ما له تبرير. برايي هيدي الاستنابه القضائيه سوف يرد عليها بشكل انه ما يتم، يعني لن يتم التجاوب معها، وسوف يصار الى العمل على محاوله اخذ المستندات عبر الاشخاص اللي عم يتم التحقيق معهم. طيب دينا، قبل ما فوت بنواب الحاكم بدي استغل وجودك معي. التعميم 158 يلي عدل الغى بموجبه السحوبات، يعني بطلت تسحب 800 دولار 400 فرش 400 على سعر الصرف او 15000، هلا بس تسحبي 400 دولار واذا بدك ترجع تستفيد بتسحبي 300 دولار. رايكم في كريفورم كرابطة مودعين؟ اول شيء شكرا على السؤال، لانه هيدا السؤال عم يتم طرحه علينا يوميا بعده اتصالات من عده مودعين. محاوله التسويق لانه المصارف اليوم تحننت على المودعين وبدها تعطيهم وديعهم بالتقسيط مثل ما عم بيتم اشاعه هيدا الموضوع وبدون اي هيركات، هيدا امر اقل ما يقال عنه انه هو كذبه ووهم. اللي صار هو انه هيدا التعميم تم تعديله من بعد ما خسر العالم مصرياتها على نحو هودي السنتين اللي قطعوا، هلا اجوا يقولوا انه نحن رح نعمل كابيتال كنترول ورح نعمل سقف معين اللي هو 4800 دولار، انتم ما بحق لكم تسحبوا اكثر من هيدا السقف بالسنه، تنعطوا 300 او 400 دولار دولار بالشهر وبتقدروا انتم تضبطوا اموركم فيها. هيدا الحديث عن انه هيدي عم بيرجعوا لنا وديعنا بقيمتها وبالدولار، اللي عنده وديعه ما بعرف قد ايه قيمتها بده 20 سنه ليقدر يغطي هيدا المبلغ، وبالتالي فقدت الوديعه قيمتها تلقائيا. المحاولات التصوير انه التعاميم اللي عم تطلع عن حاكم المصرف المركزي اليوم وتلميع صورته على انه هو عم يجرب يلاقي حلول لاعاده الودائع هي وهم وكذبه، وهي محاولات بس لحتى نلمع صوره اشخاص معينين وايهام العالم والصندوق النقد من بعد التقرير يلي طلع عن الارتيكل 4 انه نحن عم نعمل شغلنا. هيدي التعاميم هي متابعه لخطه الظل يلي كانت ماشيه قبل وعم يجربوا يستكملوها اليوم. اخر سؤال، طبعا نحن اذا بدنا نشرح او نبحبش بقانون النقد والتسليف لم يتناول اي حديث عن استقاله جماعيه لنواب الحاكم، وبالاساس استعمل هذا القانون يعني حسب بحاجه حاكم مصرف لبناني كان يستعمل شيء ونقيده ويفوت بين دهاليز المواد القانونيه. في حال لانه اليوم الامور غامضه وما حدا بيعرف شيء، استقالوا وصار عندنا بما يسمى الفراغ بالقيمين على الشأن النقدي في لبنان أو بمجلس الحاكمية، يتعرضون لمساءلة قانونية لأنه هن أشخاص عمين وما بيحق لهم، يعني هون هن عم بيقدموا مصلحة خاصة على المصلحة العامة؟ حسب ما تنسي أنه نحن كل شيء بلبنان عنا مربوط بالسياسة، عدم امتثال نواب الحاكم لموضوع عدم وجود حاكم لمصرف لبنان واستلام النائب الأول مهام الحاكم بالتعاون مع باقي النواب هو أمر لازم يكون بديهي، ولكن محاولات إذا بدك التخفيف من هيدا الشيء أو أنه يتهربوا من مسؤوليات لناحية أنه الحاكم النائب الأول ما راح يكون هو اللي عم يستلم دفة القيادة بالمصرف المركزي، وأنه النائب الثاني والثالث والرابع رح يصير عندهم أزمة في حال صارت، هيدي يعني أقل ما يقال عنا بأن سخافة، هيدا مرفق عام، هيدا شيء كتير أساسي بالدولة. في حال وجد فراغ بقلبه مفروض وفعلا تقدموا باستقالتهم، يجب رفض هيدي الاستقالة وإلزامهم بالقيام بمهامهم وبتحمل مسؤولياتهم. هن أقسموا اليمين على أنه يتحملوا مسؤولية وأنه يكونوا عم بيسيروا أمور وأموال الدولة بالشكل اللي ارتضوه بموجب القانون. وبالتالي أي حديث اليوم عن محاولات إما تمديد لحاكم مصرف لبنان أو أنه نوضعه كمستشار أول هو مطلوب دوليا، يعني الشيء اللي بيحير هو أنه حاكم مصرف لبنان بعده على حاكمية بعده على رأس المصرف المركزي، علما أنه هو مدعى عليه، هو هيدا الشيء اللي لازم نبلش منه. كان مفروض الحاكم يكون بطل صار برات مصرف لبنان من فترة،
ولكن هذا الأمر لم يتم لأنه بالسياسة ما بدهم، لأنه في تواطؤ بالسياسة بينهم وبين الحاكم المصرف المركزي، وبالتالي الحديث عن أنه ممكن يصير في فراغ هو محاولات تهويل لحتى يلاقوا هرطقة معينة أو تعدي على القوانين والدستور يقدروا من خلالها أو يعينوا حاكم جديد بشكل غير قانوني أو أنه يمددوا للحاكم اللي موجود كمان بشكل غير قانوني. آخر سؤال دينا، ماريان حويك يبدو أنه الأمور منا كتير إيجابية مع بالقضاء الفرنسي اللي بحسب ما سرب من محاضر التحقيقات يعني إلى حد ما تورطت بين الشيء ونقيده والإدعاءات يلي بدينا ما بتأيدها. هل ممكن أنه في حال مثلت للتحقيقات في لبنان أن يقوم القاضي شربل أبو سمرة أيضا بإصدار يعني منع السفر بحقه ومن نرجع من عيد مسلسل رياض سلامة وخيو؟ هو محاسن للأسف دايما القضاء اللبناني عم بيكون عم يعمل إذا بدك خطوة متأخرة من بعد ما يكون القضاء الأجنبي عمل الخطوة المتقدمة، وبالتالي هيدا الموضوع 100% وهيدا الموضوع هو مجرد تغطية على ممارساتهم، عم يجربوا يستعملوا حتى الاتفاقيات الدولية لتطويع القضاء اللبناني بموجب أنه هو يقدر يحط إيده على الملف، ومن هونيك فيك تتخيل شو ممكن يصير، يعني التبرئات اللي ممكن تصير أو محاولات انه نجرب نبرر العالم. برايي قضيه ماريان حويك بالشكل يلي بينت فيه وبطريقه الارقام اللي برزت عبر التحقيق الفرنسي يعني شيء لا يحمل الشك والتاويل، يعني في معطيات جديه انه في ثروه كبيره جدا قدرت 100% قدرت موظفه بمصرف مركزي بمرتب جدا زهيد بلشت فيه بعدين رجع عليه تتحجج بورثه من اهلها بما بعرف شو، هيدي كلها بتقدر تبين وبينت بموجب التحقيق الفرنسي، وبالتالي يمكن للقضاء اللبناني أن يبادر ويأخذ زمام الأمور بشكل جدي، ولكن بدأ إرادة مش بس قضائية للأسف، بدأ إرادة أنه تكون الإرادة السياسية كمان متوافرة، لأنه بتعرف أنت مدى تداخل القضاء بعمل السياسي والعكس بالعكس للأسف. يعني مع احترامنا للقضاة النزيهين هذا الأمر منه موجود بلبنان. أنا بتشكرك المحامية برابطة المذيعين وأيضا بجمعية ريفورم دينا أبو زور. إذا مشاهدينا لهون يعني دينا بتكون لخصت لنا المشهد، العين على أسبوع الجاي حول موضوع استكمال التحقيقات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كذلك الأمر يعني مع قرب انتهاء ولاية رياض سلامة وتسارع الأحداث حول موضوع استقالات لا نواب الحاكم، أسئلة عدة تطرح وسيناريوهات مفتوحة على كل الاحتمالات. صوت بيروت انترناشنال وبيروت سيتي حتى بعه، وأنا بتشكركم حسن المتابعة.